يقول السائل: أنا أحرمت من أبيار علي بالعمرة وأتممت الطواف والسعي، ولكن لم أحلق ولم أقصر، فهل علي شيء؟ عليك أن تعيد الملابس الإحرام إذا كنت لبست المخيط، عليك أن تعيد ملابس الإحرام كما كانت لأنك لم تنتهي من العمرة، تعيدها ثم تحلق أو تقصر، وليس عليك شيء لأنك تعذر بما صنعت النسيان أو بالجهل، تعذر بذلك، لكن لا بد من أن تعيد ملابس الإحرام كما كانت، لأن خلعك إياها خطأ قبل تمام العمرة، وتحلق أو تقصر ثم بعد ذلك تتحلل من إحرامك. نعم.